الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا. السلام عليكم، معكم أبو فردوس دائما من جديد. ما ينفع الأمة بإذن الله عز وجل وما يخلصها من شياطين الإنس والجن، نتكلم عن سحر الجن يقظة ومناما. كنا تكلمنا في فيديوهات قديمة أن الجن يسحر هذا الإنسان مناما بالأكل أو ما يسمى بالإطعام المنامي. أكل الإنسان الذي يحلم أنه يأكل أو يشرب وهو نائم، فتلك علامة على أنه أصيب بسحر الجن أو هناك سحر للجان صنع له. وبذلك فهو عندما يستيقظ يحس أن بطنه منتفخة ويتجشأ، وأحيانا يحس بألم في المعدة. هذا سحر الجن مناما. سحر، هناك سحر آخر من الجن يقظة، وأنت مستيقظ وأنت تمشي وأنت في الطريق تحس كأن شيء دخل من أصابع رجليك وكأنه شيء يصعد، وبعدها تحس بصداع في الرأس وتحس بانتفاخ في البطن. إذن هذه علامة قوية على أن الجن فعلا قد سحرك يقظة. سبحان الله. إذن كيف تبطل هذه الأسحار؟ عليك بماء مرقي، تقرأ عليه الفاتحة 7 مرات، آيات الكرسي 7 مرات، آيات إبطال السحر، ثم المعوذات إن كانت 7 مرات يكون أفضل. تشرب ذلك الماء المرقي وتضع يدك على بطنك وتقول بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر، بسم الله بسم الله بسم الله يبطل كل سحر، وتكرر هذه الآية: قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله، قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله. تكرر بإذن الله 50 70 100 مرة، 150 مرة، حتى تحس بأن البطن بدأ في أن هذا الانتفاخ بدأ يزول بإذن الله عز وجل. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يحفظنا وإياكم من شرور شياطين الإنس والجن. وما دمت يا مسلم يا مسلمة تريان الأكل بالمنام أو يقظة، هذا يعني أن هناك عارض في الجسد هو الذي يجدد تلك الأسحار. هذا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه، أخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.